أنا أبغى بس تتكلم عن نفسك دقيقة دقيقتين فيما يخص التخصص، فيما يخص الإمكانيات، فيما يخص العمل. بقى لي 5 سنين جرافيك ديزاينر وفيديو اديتور وموشن جرافيك ديزاينر. اشتغلت في مجالات كتير بالنسبه للجرافيك ديزاينر، واشتغلت في اسواق زي مصر وبره مصر. اشتغلت في كلاينتس في السعوديه وفي قطر وفي جنوب افريقيا وفي البوسنه، واشتغلت اخر 3 سنين في مجال العقارات في مصر، كان فول تايم. والاكونتس التانيه دي كانت بارت تايم وفريلانس من البيت. معظم الكورسات اللي خدتها كانت اونلاين، وحاليا بذاكر ماركتنج علشان اقدر اوصل للعميل اكتر استفادة يعني بالنسبة للديزاين اللي احنا بنعمله والشريحة المستهدفة، بحيث ان هو يقعد عليه بنتائج سواء بيعية او تسويقية. يعني شغال فيديو اديتنج على برنامج افتر افكت، وشغال على الفوتوشوب وعلى بريمير وعلى ادوبي اديشن. بالنسبة للفوتوشوب انت تعطي نفسك من 1 إلى 10 كم؟ 8 من 10. طيب الجرافيك ايضا من 1 إلى 10؟ دي هدي لنفسي برضه 8 من 10 يعتبر، عشان اخر فترة اشتغلت عليها كويس. البروسس اللي انا بمشي فيها بالنسبة للتصميم سواء بقى لوجوز او فيديوز او سوشيال ميديا ديزاينز، بيبقى مع الماركتينج تيم، بشوف هم محتاجين ايه. لو في بريف كان بيها بشتغل على البريف، لو ما فيش بريف بنبدأ نتناقش ايه الهدف من الديزاين او الفيديو اللي هو معمول، ايه الشريحة المستهدفة، الفئة العمرية، الفويس اوف تون بتاع الشركة نفسها، يعني الشركة بشكل رسمي ولا بشكل فريندلي اكتر، النوع طبعا اللي بيستهدفوه بشكل اكبر. يعني انت ممكن تعد الان بلان مثلا لمدة 3 شهور او 6 شهور فيما يخص الماركتينج او التسويق؟ ما اقدرش اقول ان انا اقدر اعد هل انت اقدر قادر؟ اعد بلان اقدر اعد بلان كامله صعبه، بس انا اقدر مثلا بنشوف احنا مثلا لما نيجي نشتغل حته ديزاينز مثلا دي، بنشوف التيم نفسه يعني بتاع الماركتنج هو رايح لفين، وبشوف الكومبيتيتورز او المنافسين المباشرين للبراند اللي احنا شغالين عليها، بدرسهم كلهم، بشوف هو مين المنافس المباشر ومين هو المنافس الغير مباشر والمنافس البعيد، بحيث ان احنا اعلي عليهم او ان انا اتفوق عليهم في الحته بتاعتي بالنسبه للديزاينز. حته الماركتنج انا لسه بادئ فيها، عندي باك جراوند كويسه فيها، بس ما اقدرش ان انا اشيل القسم ده ككامل او ان انا احط خطه وادير فريق وكده، لكن انا شغال فيها، بقدر اللي بقدر اعدل، بقدر لو في تيم، لو في ماركتنج مانجر بقدر اتكلم معاه لو في مشكله شايفها، وده بحكم شغلي في السوق يعني وتجاربي من خلال التصميمات بتاعتي. السعودية، هل سبق واشتغلت مع حد مثلا فريلانس ولا اشتغلت مباشر ولا؟ اشتغلت مع شركة اندرسون تاكس، دي شركة ضرائب موجودة في السعودية وهي شركة عالمية، الفرع بتاعها في السعودية. اشتغلت مع فريلانس فيديو موشن جرافيك، واشتغلت مع عطور مش فاكر اسمها حاليا والله، براند عطور، بس انا متابع الماركت السعودي في العموم وفاهم الثقافة السعودية بشكل كبير. خلينا نروح لأي موشن لو سمحت. هل هذا الان قاعد العمل هذا اللي احنا شايفينه يدعم الانستغرام بشكل طبيعي ولا يحتاج الى منصه ثانيه او ثالثه؟ هو الشغل ده كمل لي الانستغرام، يعني كانت كامبين مطلعاها شركه بروكر بتبيع في العاصمه الاداريه، والحمد لله حقق نتائج كويسه قوي وباعوا من خلاله مبيعات كبيره. يعني انت علشان خلصت هذا التصميم اخذ منك زمن؟ خد معايا اسبوع تقريبا كشغل. في بروجكت شغال عليه حاليا كبراند ايدنتيتي وكلوجو كده يعني، فده مثلا كان اللوجو دوت فيرتيكال وهوريزونتال، ده الكونسبت بتاع اللوجو نفسه، يعني ليه انا عملت اللوجو بالمنظر دوت، ودوت السلوجان بتاعه، ودول اللونين اللي العميل اختارهم، واوريدي الكلام ده اتنفذ يعني، موجود المطعم في قطر حاليا وشغال. تمام استاذ محمد، طبعا شكرا جدا لوقتك وان شاء الله يكون في خير ونرجع نتواصل مع حضرتك مره ثانيه. شكرا جدا، فرصه سعيده استاذ خالد. شكرا. شكرا. مع السلامة. مع السلامة.